أداء ممتاز، قدم منتخب المغرب أداء دفاعي ممتاز، لكن كان في ضعف في المقدمة، لكن إن شاء الله معوضين المباراة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله المباراة الجاية نفوز ونصعد عند 16 بإذن الله. جدا ممتع ما شاء الله تبارك الله، اليوم المغرب يعني أدى مستوى جدا ممتاز وطيب، كنا يعني نتأمل إنه يفوز في المباراة، لكن الحمد لله كرواتيا فريق مو سهل أبد، هو تعرف ثالث العالم ثاني العالم المونديال الماضي، فأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. مباراة بلجيكا إحنا أول الحاضرين بإذن الله. رقم زيانة غير هي خصها دابا نتمنى الله تحيد هاد الخلعة هادي، لأن بزاف شوية ديال وكاين ديشي بزاف ديشي خصها، زعما في ديك المقابلة الأولى اللي لعبنا حبية كاين باينين الأخطاء، وزعما ما كنت كنتسنى من الدراري زعما غيصلح هذاك داك زعما داك الأخطاء وداك الشيء وغادي تكون. كان هذه بعد هذه النقطة الذهبية في كأس العالم، الماتش الأول للجمهور المغربي اللي في المغرب اللي تفرج في القهاوي ولا الناس اللي كانوا في قطر، وبو ماتش لوليد الركراكي، كان شي تدخلات ولكن الركراكي راه غادي يعني حنا ما غاديش نديروا راسنا مدربين، الركراكي راه عارف شنو غايدير، بحال ذاك اللاعب الزلزولي ولا حمد الله خصو يدخل شوية بكري باش تاخذ نقطة في الماتش الأول مع دوزيامة كرواتيا دوزيامة في كأس العالم اللي فات في 2018، راه برافو، ونتمنوا إن شاء الله نتكونسنترو على الماتش ديال بلجيكا وتكون شي مفاجأة إن شاء الله، ناخذوا 3 بوان باش نضمنوا التأهل ديالنا للدور الثاني إن شاء الله، وديما مغرب وتبارك الله عليكم الخوت. حنا تنتمناو من 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 اللاعبين يلعبوا بنفس ويتقاتلوا ويبينوا على 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 النيفو ديالهم كما تيلعبوا مع الفرق برا، يلعبوا هنا في كاس العالم وان شاء الله نجيبوا التأهل للدور الثاني، وما تدخل عليه ود هذاك المنتخب الدراري يلعبوا يتقاتلوا كما لعبت السعوديه. صراحه المقابله ديال المنتخب ديال الوطني كانت جد ايجابيه، خصوصا ان النقطه امام واحد الخصم اللي هو كرواتيا كانت كان خصم عنيد صراحه الله، انا كنتاكدوا اننا عندنا واحد المنتخب جد ايجابي، وكنتمنوا على الاقل يفوتوا الدور الاول بواحد باقل الخسائر، وما بغيناش زعما الاصابات ولا يكون تشويش داخل المنتخب. شكرا اخر ونطمحوا المهم يتشانج جايين ماتش كونتر بلجيكا شي تعادل ولا ربحه ان شاء الله، وكندا نضربوهم ونطلعوا للديزيام تور ان شاء الله. مقابله اخويا كانت في المتناول، ولكن الزلزولي لا علاقه، الزلزولي عيان، كانت مقابله زوينه الدراري يلعبوا كره، ولكن خاص بعض التغييرات، خاص يبدلوا بزاف ديال الحوايج في الفرقه.